وجودك معانا، وان شاء الله باذن الله لقائنا يتكرر مره ثانيه. طب انا عايز بس قبل ما تختم، انا عايز ازنقك قبل العيد بقى، احنا خلاص داخلين. كل سنه طيب. عيد سعيد على كل مصر وعلى كل جماهير الكره المصريه. لو كابتن احمد حسام ميدو اتعرض، يعني انا نفسي احمد حسام ميدو يبقى موجود في الملعب، انا شخصيا يعني. لو اتعرض عليك حاليا، انا بقى هنبدل شويه معلش، انت عارف انا عندي لا لو اتعرض عليك انك تمسك فريق الاسماعيلي وهو في القسم الثاني، تروح فريق الاسماعيلي وهو في القسم الثاني؟ هو قريب ان هو يكون في القسم الثاني للاسف الشديد يعني. لا لا ممكن ما ينزلش. لا لا لا، انا بقول لو يعني فرقه في القسم الثاني وكانت في الدوري الممتاز ويعني ليها تاريخ لو 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 التوقيت انا راجع فيه التدريب، ممكن ما اقولش لا، بالعكس ممكن ارجع بالاسماعيلي للدرجه الاولى ثاني واعمل بوابني فريق من تحت، مفيش مشكله. طب انا عايز بقى اشوف احمد حسام ميدو. انت قصدك على العوده للتدريب؟ نفسي تبقى موجود بصراحه. انا مفتقد احمد حسام ميدو ان هو يبقى موجود كمدير فني. يعني انا يعني سعيد بتجربتك الاعلاميه، لكن من جوايا ان شاء الله حاسس ان احمد حسام ميدو مكانه في الملعب. ان شاء الله باذن الله هرجع. انا نفسي يعني بعد العيد نسمع اخبار كويسه. لا دلوقتي السيزون ده لا، يعني السيزون ده صعب يعني بسبب ارتباطاتي في بعقدي مع القناه، ولكن ممكن من الموسم الجديد. الريمونتادا محتاجاك يا كابتن. هنعمل ريمونتادا في التدريب ان شاء الله. استاذ وليد بشكرك حبيبي، كنت سنه طيب. سنه طيب يعني صايغ بشكرك. شكرا ليك يا كابتن، وانا كنت سعيد يعني. رجع البدله. ماشي خلاص رجع. كل سنه وحضراتكم طيبين. دي يعني انا في رايي ان دي واحده من اهم الحلقات اللي احنا قدمناها مع الريمونتادا، لان احنا بنناقش قضيه اللي بيحصل دلوقتي، وجبنا نماذج من بره وتناقشنا ايه اللي المفروض يحصل فيما يخص اتخاذ القرارات الفنيه داخل اتحاد الكرة، القرارات اللي بتحدد مستقبل الكرة المصرية. تصبحوا على خير، كل سنة حضراتكم طيبين، واشوفكم على خير.